مشاهدينا اهلا بحضراتكم حلقة جديدة ولقاء متجدد من زينة وطعم البيوت على شاشة التلفزيون المصري القناة الثانية دايما معاكم من خلال كل قضية وكل فكرة وكل مشكلة ممكن تقابلنا في حياتنا عندنا حلول من خلال متخصصينا ولكل فرد من أفراد الأسرة المصرية لنا رعاية خاصة وأهمية خاصة ثقافية ومجتمعية وصحية حتى كمان قانونية وأينما كنتم بالفعل نصل إليكم من خلال شاشة التلفزيون المصري معايا مروة زكي مروة ازيك يا نيفين عامله ايه؟ وحشتيني؟ الله انتي اكتر الحمد لله اهلا بيكم مشاهدينا بنقابل حضراتكم كل يوم اربع والحمد لله نيفين الجندي رجعت لنا بالف خير كانت مختفيه شويه لكن نورتنا تاني احنا النهارده عندنا مجموعه من الفقرات بنقيها لحضراتكم بعنايه خاصه عشان تكون مناسبه لكل افراد الاسره ودايما البدايه بتكون مع زينه ومع نيفين الوعي دايما كنا بنركز عليه ولو احنا كنا مع حضراتكم من خلال من خلال سلسله من الفقرات ومن خلال الخدمات الخاصه اللي احنا بنحاول نرتقي بفكره الوعي بهدف الوعي منذ اطلاق القياده السياسيه 2021 عمل للوعي بدانا بالفعل ولكن حياه كريمه زي ما شفنا وبدات الناس برضو تفهم المنظومه مش كامله على انها مستشفيات ومدارس وعيشه جديده وبيوت جديده لكن احنا بنتكلم عن بناء الانسان وبناء شخصيه الإنسان. إنسان. وبالتالي الوعي مهم جدا مهما تطورنا ومهما بنينا مش هنقدر ابدا نقدر كمان نواكب كل ما هو جديد وكل ما هو متغير زي ما شايفين اجتماعيا وثقافيا وصحيا وعايزين تعليميا مهم جدا كمان يا جماعه وقانونيا تعالوا نشوف اهميه هذه المبادره اللي اطلقتها وزاره التضامن الاجتماعي وهي وعي من اجل حياه كريمه وهي تعزيز لحياه كريمه هنشوف تفاصيلها من خلال فقرتنا خليكم معانا كمان احنا عندنا في طعم البيوت هنتكلم عن التكنولوجيا. التكنولوجيا دخلت في حياتنا بشتي الطرق يعني مفيش انسان سواء كان كبير او صغير الا لما بيكون معاه جهاز مطلع بيه علي كل اللي بيحصل حواليه وكمان علي مستوي العالم من خلال الانترنت عندنا مصطلح جديد بدأنا نسمعه ونتعامل بيه اسمه الذكاء الاصطناعي، هنتعرف على المصطلح ده يعني ايه ذكاء اصطناعي ازاي متوغل في حياتنا ازاي نقدر نتعامل مع هذا المصطلح بشكل مناسب، كمان هنتكلم عن فروعه وعن الامور اللي بنتعامل فيها مع الذكاء الاصطناعي، كل ده من خلال لقائنا وفقرتنا الرئيسية في طعم البيوت آه نرجع نكمل كلامنا على الحالة الاجتماعية وزي ما بنشوف ان الامن المجتمعي والامن الاسري مهم جدا لصلاح وفلاح ونجاح اي مجتمع او اي امه وبالتالي النهارده لما بنتكلم عن نجاح العلاقه ما بين الزوج والزوجه الناس بتخاف تقولك لا مفيش الكلام ده احنا عندنا مشكله جامده جدا مع ارتفاع نسبه الطلاق لكن تعالوا برضو نتكلم على الطرق الحديثه والمستحدثه والدراسات الاحدث كمان على اهميه الحوار اقامه حوار ما بين اي اطراف ما بين طرفين اذا احنا نجحنا في هذا هذا الامر هذا الحوار لازم يكون في طرفين لازم حد بيتكلم والتاني بينصت تعالوا نشوف درجة الانصات من قبل الزوجة للزوج او الزوج للزوجة درجته كم في المية وهل هي ممكن تسبب في النهاية للصمت الزوجي او الخرس الزوجي اللي بيوسع الجاب او الفجوة ما بين حياتهم وبين مشاكلهم وبين شخصياتهم والاخر نقول هنتطلع تعالوا نشوف أهمية الحوار بين الأزواج وبالتالي بين أفراد الأسرة ممكن يكون إزاي يعني المكان الطبيعي للحوار ما بين افراد الاسره بيكون على مائده الطعام وكمان لما يكون اصناف جديده وطعمها حلو هتعمل حوار جميل ولطيف وده بيكون من خلال فقرتنا في اسرار المطبخ مع طعم البيوت بنحاول نعرف الستات ازاي يعملوا اصناف جديده وطعمها حلو النهارده يوم الاربع ميعادنا مع دينا فضل دينا ازاي الحمد لله وبعدين تمام وبعدين ده احلى حوار يا دينا بيبقى معاكي بالذات لان ده بيوصل للقلب جدا وبنرجع <applause> ننفذ بسرعه هتعملي لنا ايه النهارده النهارده هنعمل طاجن لسان عصفور بالبشاميل م -م. هنعمل العدس الاصفر بطريقه جديده بالفراخ والخضار هنعمل كمان مكرونه وايت صوص بالترك المدخن هنعمل بطاطا بقى بشكل باشكال جديده حل. هنعمل أي. تشيز كيك البطاطا <applause> هنعمل كمان كرات البطاطا بالبسكويت ونشوف ازاي نقدم البطاطا فكره جديده عن المشوي اللي احنا معتدين عليه. دينا ف... دايما عندها الجديد في مطبخ طعم البيوت. هنخرج مع حضراتكم لفاصل صغير ونرجع نبدا كلام مع نيفين كل ما بنمر من فترات او بفترات ممكن تكون صعبه وممكن تكون حلوه وممكن تكون فيها فرحه وممكن يكون فيها حزن هل احنا بنقيس مصر بالنسبة لنا ايه مصر بتفضل هي الحب الاول في حياتنا لان اللي ملوش خير في بلده واللي ملوش خير في ارضه ملوش خير في اي حاجه مهما تقدم ومهما تطور وبالتالي تطور هذه البلاد في هذه المرحلة ومبادرات عديده بتخرج ولكن هذه المبادره الرئاسيه اللي احنا يعني نقول استيقظنا عليها بكل تفاصيلها وبكل ملامحها وهي حياه كريمه ولكن واضح ان في بعض الامور لابد ان هي تكتمل وهي عباره عن منظومه حياه كريمه الناس كلها بصت على انها تحسين مستوى المواطن في المعيشه فقط واقامه مستشفيات ومدارس وخلافه من هذه الامور وبنيه تحتيه واللي احنا المشاهد اللي احنا بنشوفها بنبقى سعداء جدا. ولكن هنتوقف عند الوعي لان الوعي ده شيء مهم اوي اوي ولما تعزز مثل هذه المبادره الرئاسية بهذه الكلمه لها معاني كثيره جدا اقتصاديا اجتماعيا ثقافيا آه، عايز اقول قانونيا تعليميا عايزين كمان نشوف ازاي احنا نقدر. نواكب كل ما هو جديد من خلال هذه المبادرات التعزيزيه لحياه كريمه. معنا النهارده في هذا اللقاء طبعا دكتوره سوزان منسي وهي منسق الوزاره وزاره التضامن الاجتماعي التي اطلقت هذه المبادره وعي من اجل حياه كريمه وهي واللي في هذا الامر اكثر واكثر ده بالفعل استاذ علم اجتماع. وده سعدت بيها جدا دكتور سوزان انا برحب بيكي معنا اهلا بك يا فندم. يمكن هذه المقدمه بتخلي الموضوع يعني اسهل كتير لما احنا عن هذه هذه المبادرة وبالتالي هنقف عند كلمة وعي ما مفهوم الوعي في علم الاجتماع؟ أولا أنا برحب بحضرتك وبرحب ب... بالقناة والمعدين والقائمين عليها وعلى القضايا التوعوية أليسة. اللي بيت... بيتناولوها دايما أه وبرضو بشكر كل مواطن مصري كان عنده حس للوعي في الفترة اللي فاتت ولم ينساق وراء الادعاءات ولا وراء, وراء الاشاعات الاشاعات اللي كان من شأنها هدم الدوله فده جزء من الوعي بالنسبه للمواطنين لانه كان كفيل بدرجه كافيه من خبراته في ظل من 2011 للوقت الحالي انه يقدر يحدد ايه اللي ممكن يحافظ على بلدنا ولم ينساق وراء اي ادعاءات داخليه او خارجيه آه يمكن كلمه الوعي دي ليها آه عايزه اقول زوايا كثيره ومستحدثه ليس فقط الوعي بما المحيط. آه الحقيقة آه هو الوعي آه متعلق بالجانب المعرفي بكل آه جوانب المجتمع المختلفة. حقيقة. برنامج عندنا برنامج الرئاسي اللي يعني بنشأنه بالوعي مصر بتتغير واللي وزارة التضامن شرفت ان هي تقوم به من خلال طبعا الزراع الاساسي اللي هو مؤسسات المجتمع المدني الهدف الاساسي هو الحماية توفير الحماية المجتمعية ورفاهية المجتمع الرفاهيه زي ما حضرتك قلتي كده ما بتتاثر بالجانب التعليمي ولا بالجانب الصحي فقط لا بناء الانسان نفسه بناء الانسان من خلال القيم والمبادئ واوسع دايره المعارف بالنسبه له <applause> الهدف الاساسي ان انا بغير السلوكيات السلبيه اللي بتؤثر على القيم بالمجتمع الى سلوكيات ايجابيه وفي الفتره اللي فاتت من منذ 2019 في انطلاق المبادرة عملنا حصر لكل القضايا اللي اساسها هو الوعي يعني المشكلة السكانية المشكلة السكانية دي الاساس بتاعها هو افكار خاطئة بيعتقدها المواطن على ان زياده في الانجاب دي يعني زياده الانجاب والنسل ده, ده عزوه فبالنسبه له افكار ومعتقدات خاطئه أيوة. لكن لو بصينا للوقت الحالي ان لا ان يكتفي بطفلين ده هيحل الازمه السكانيه ويقدر يراعيهم اكتر ويقدر يكون في متوفر بالنسبه له حياه طبعاً. كريمه بالنسبه للاسره ككل هنا المشكله هنقف عندها لان هي دي من المشاكل اللي محتاجه وعي عالي جدا وعشان انا ارتقي فيه انا عندي حياه كريمه وحياه كريمه نزلت القرى والنجوع والمراكز والمحافظات وفي تغطيه ما شاء الله قويه يعني وبشهاده الجميع شكلا وموضوعا وقلبا وقلبا والحمد لله يمكن بعض العشوائيات لما كان بيتم هدمها ونقل سكانها كان ما فيش تغيير السلوكيات ولا كان في تغيير ثقافات ولا درجات الوعي عشان كده انا بلاقي مع اتجاه القياده السياسيه في طبعا تغيير سلوكيات من انتقل لأماكن كثيرة أنا اختلف كثير. أنا بحييكي على أنك تناولت الجزئية دي لأن الهدف الأساسي والفئات المستهدفة هم المستفيدين من حياة كريمة اللي هم الألف قرية ومن والمستفيدين من تكافل وكرامه لان كل دول بيشتغل عليهم اللي هم اتنقلوا من مدن العشوائيه للمدن بنيله العشوائيات يعني دول ما كانش في وعي بالنسبه لهم وحتى لو في وعي لما اجي اقول لواحد مثلا اهتم بالنظافه الشخصيه طب هو عايش في عشوائيات هيهتم ازاي أيوه. مش هيقدر مفيش خدمات تقدر تساعده فبالتالي لما تنقلهم بفضل القياده السياسيه اللي كان الوعية شأنها لان مهمه جدا كانت بال... واعيه لهذا الامر تمام لما حصل بنية أساسية وبنية تحتية بالنسبة ونقل المواطنين لتوفير حياة كريمة بالنسبة لهم في المدن بديلة العشواء محتاجين بقى أن أنا أوفر لهم الوعي بالقضايا الأساسية وإحنا فعلا بننزل للمجتمعات دي في الأسمرات وممكن عندنا إن شاء الله لقاء أه بكرة لل... في المدن بديل للعشوائيات واطلقنا عدة مبادرات لنشر الوعي من ضمنها اللي هي العنف اللي شغالة من آه. 8 من ال... لحد 12 آه... ديسمبر. ديسمبر العنف الأسري مم. ككله بنعالج كل القضايا مم. العنف يعني هي الفكرة نفسها نبع من قصة نبذ العنف بكل صوره وبالتالي دي هدف من الاهداف، لكن انا عايزه اتكلم على المنظومه لان انا شفت المنظومه فيها نقاط هامه جدا وهي الثقافيه والاجتماعيه والاقتصاديه وايضا القانونيه والاخلاقيه. تمام يعني ده شيء رائع. آه هو الحقيقه آه برنامج وعي ومنظومه وعي من شانها اللي هو تعديل السلوكيات في القضايا اللي لمسنا ان هي اساسها هي الوعي. آه عندي 12 قضيه آه بيتناولهم البرنامج قضية التعليم قوة في أي عمر لأن فيه كتير جدا بي... يعني فاتهم العمر وبنات اتجوزوا مبكرا فبنقول لهم ممكن تقدروا فكره فكره محو الاميه ومهما كان سنك او سنك تعالي ابداي معانا من جديد تمام آه العمل كرامه وده بنوفره من خلال وزاره التضامن الاجتماعي برنامج فرصه برنامج فرصه ده بيوفر آه بيحفز على ان ان المواطن ما يعتمدش على الدعم النقدي اللي بتقدمه آه. الدوله بل ممكن يكون فيه زيادة يزود من خلال مشروع متناهية الصغر دخله وفي نفس الوقت الشباب اللي عندهم قدرة على العمل يتم تدريبهم والحاقهم بمؤسسات ومنظمات للعمل الفعاليات اللي احنا شايفينها دلوقتي من خلال اللقطات دي كانت مهمه بالنسبه لكم بنسبه قد ايه لان انا شايفه برضو التفاعل ده شيء مهم جدا ونسبه الناس اللي بتحضر وقد ايه درجه الوعي من جميع التخصصات زي التنميه البشريه وزي ازاي او ما انا بتدريب وتاهيل هؤلاء كان اهميه هذا التفاعل كان ايه هو الحقيقه المنظومه او الحاجات اللي انتوا عارضينها دي وانا بحييكم لان في حاجات من 2012 ايوه ما هي, موجودة هي سلسله اه موجوده فدي ده كنا بنحارب فيه الفكر المتطرف بالظبط آه من 2012 من بعد آه الحكم حكم اخوان المسلمين أيوة أيوة وابتدى العنف يزداد فابتدينا نحارب وناخد دورات تدريبيه ننزل للناس عشان لنبذ العنف والتطرف علشان كده كانت اهميه حك قلتي من 2000 ده 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 في يعني حاجات من 2012 من الفاترة. انا بقى عايزه اتكلم على 2021 مع اطلاق رئيس الرئيس العام الوعي 2021 تمام فدي كانت بدايه الاستفاقه ايوه دي ده دي سلسله من اللقاءات آه. اللي كانت موجوده لنبذ العنف والتطرف آه. الفكر المتطرف لحين ما جينا بقى ابتدينا دلوقتي نقول في ازاي يكون في تقبل الاخر آه. ازاي ما يكونش في تنمر آه. ازاي نعرف الناس ان احنا كلنا واحد آه. وتنوعنا قوه ازاي يكون الدستور من تل... الدستور 23 والدستور المصري في الماده المواد بتاعته الماده أيوة، أيوة. 51 بتنص اننا كلنا قدام القانون متساويين ولنا نفس الحقوق ولنا نفس الواجبات يمكن كانت بداياته كانت الف ب يا دكتور سوزان الحقيقه والناس ما كانتش فاهمه ما كانتش فاهمه اهميه ان اكون واعيه بما يجري حواليا حضرتك قلتي 12 قضيه واحنا قلنا اثنين او ثلاثة تقريبا ويمكن عايزين نكملهم سريعا حتى معنونين سريعا عشان نتكلم في اهميه عندنا قضيه زواج قبل 18 سنه احنا بنحاربها كان الاول بنقول الزواج المبكر لا دلوقتي سن الزواج ارتفع فممكن بنت 25 سنه لا ده لسه بدري بالنسبه لي فبنحارب قضيه زواج الطفله اللي هو قبل 18 سنه واحنا اتمنى ان هو يجرم لان احنا بيبقى في تجاوزات والعقد بيكون في مخاطر بالنسبة له العقد ما يكونش موثق لو انجبت ما ينفعش تسجل ابنها ففي بتهدر حقوقها أيوة. دي قضيه بنتناولها من ضمن القضايا قضيه ختان الاناث بنحاول طبعا النسبه في, حاجة في آخر خلي بالك حضرتك داخله في مناطق نقول صعبه او وعيره شويه أيوة وهي أيوة. برضو خاصه, خاصة ومرتبطه بالموروثات والمعتقدات وبالتالي بالظبط افكار خاطئه لان كان دايما مثلا بالنسبه لقضيه الختان بيظنوا ان الختان ده متعلق بالعفه بعفه تمام اكتر تمام بالعفه لكن هو اتضح ان لا ده العفه من التربيه آه بنحفز على التربيه الايجابيه ما يكونش في عنف في في التعامل مع الاطفال واننا نربي الطفل بامانه بدون اعانه وان الاطفال كلهم بنات او ولاد كلهم متساويين كبير صغير له نفس الرعايه وفي نفس الوقت ما ينفعش يكون في عنف اسري علم علم الاجتماع دخل في هذا الامر في تصحيح المنظومه الاخلاقيه وهي التربويه فاحنا لو مشينا تربويا صح هنلاقي المنظومه مكتمله كده مش هيبقى عندنا التربية. مشاكل زي الاول تمام هو الاساس في التربيه أوه. لان العنف لما بطلع طفل مثلا او متمرد م. ما هو ده من ايه؟ من العنف جوه الاسره التطرف والارهاب ده بيكون من ايه؟ من في افكار خدتها من مؤسسات المجتمعيه واولها مؤسسه من الاسره الاسره دي أيوة تعتبر جماعه صغيره بس عايزين ناكد برضو ونصحح المعلومات للناس لان التطرف يا جماعه مش لازم تطرف ارهابي لا بيبقى فكري كمان وقد يكون ديني كمان فخلينا عشان هو احنا بنقول بنحاول نعلي درجه الوعي تمام لان هو التطرف هو عدم تقبل الاخر انا مش قابله حتى لو هو على نفس الدين او, أو على نفس بمعتقد معين وماشي فيه تمام آه جمود آه فكري بالنسبه له فكره معينه بالنسبه له فيمكن حتى ابتدينا برضو نشرك في موضوع تطرف والارهاب المؤسسات الدينيه يعني احنا في شهر اغسطس اللي فات عملنا لقاء مع رجال الدين آه الاسلامي والمسيحي آه الثلاث مؤسسات الخاصين بالدين الاسلامي مؤسسه الازهر الشريف مؤسسه آه دار الافتاء ودار الاوقاف م. والكنيسه الارثوذكسيه والكنيسه الكاثوليكيه والكنيسه البروتستانتيه علشان بعد ما دربناهم عشان نوسع الدايره, الدايرة. ان لان برضك لما عشان تطال يعني عشان تطول هذا الوعي على قد ما تقدر فانت بتحاولي توسعي او آه. يعني والجديد مم. والجديد اللي, اللي احنا يعني يوم 19 هنعمله برضك مع رجال الدين اننا نشوف ايه الرسائل بتاعتهم ازاي نوصل إيه نشيل الفكر الخطا من المنظور الديني تمام اه تمام على ده مهم جدا لان مفيش اي مجتمع أكثر. الا بيبقى قائم على قاعده او اساس ديني تمام. قد يكون خاطئ قد يكون مغلوط في بعض الاحيان وبتحصل الربكه او الخلل اهم توجهات هذه المبادره مع اهميه هذه الاولويات عايزه اقول احدث هذه الملفات انا شايفها القانونيه ماذا عن هذا الامر الحقيقه احنا دايما بنستند للقانون في كل جزئيه يعني بالنسبه لختان الاناث جرمنا موضوع الختان ونزل طبعا الجريمه تعاقب لمده سبع سنوات الزواج المبكر بنحاول دلوقتي مش الزواج المبكر الزواج قبل 18 سنه او طفله بنحاول نجرمه مع المؤسسات اللي اللي المجتمعية كمان آه على اساس نجرمها مم. طبعا مجتمعية عشان تنفذ بقى ما هي ما. لو معانا تشريع وقوانين مفعلة. على هتبقى اسلحه قويه مع المجتمع المدني لما ينزل حتى كمان للناس يبقى معاهم كمان هذا لازم الـ يكون في سند قانوني كمان. حتى بالنسبه لعدم تقبل الاخر الدستور نفسه وماده فيه بتقول ان من يحرض على الكراهيه مم. او العنف يعاقب جريمه يعاقب قدامها تقبل الاخر يا جماعه وصادها التصالح مع الاخر لانه مم. ده الحل كلنا واحد ايوه بالظبط لان التصالح <تنوعنا> ده هيفرق كتير تمام م. طيب احنا بقى بالنسبه نتكلم على التوجهات التوجهات الانيه لهذه المبادره واللي اطلقتها وزاره التضامن ايه الاهداف ايه الـ الـ الشكل اللي انتم عايزين توصلوا له في اي من الزمن آه هو طبعا احنا شغالين على المبادرة اه لا احنا شغالين عن مبادرة كان من 2019 وبعدين جت آه كورونا آه لكن برضو كنا مستمرين في آه اللقاءات التوعويه ابتدينا ندخل الدراما المصريه في الموضوعات آه على اساس ان في مصداقيه اكتر فيها او دايما لما يكون في برنامج تلفزيوني او فيلم معين آه بنحاول نوصل لهم يعني خلف الاسوار والحاجات دي بنوصل آه يعني رسائل خلالها اهميه القوى الناعمه وتاثير أيوة. القوه بكل صورها وبالتالي هنا دايما جاذبه هذه هو القوه النعمة سواء فن تشكيلي سواء غناء سواء دراما سينما وعندنا الحاجات دي كلها الشعب المصري مرتبط بيها فمن الذكاء ان احنا يعني فاحنا شرقنا الدراما المصريه مع ال 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 الوعي من خلال التثقيف والمحاضرات واللقاءات التوعويه والانشطه هتشوفي تغير عشان فقرتنا انتهت بس انا كان يهمني قوي اطمن المشاهدين لا هو تغيير تغير ملحوظ كفايه يمكن انا قلت لحضرتك ان المواطن المصري عنده قابليه للتغير وفي نفس الوقت هو شاعر باهميه المرحله اللي احنا فيها أكيد. وعنده وعي. ووصلنا لمرحله يا جماعه اكون او لا اكون لان لو مش موجود انت مش هتبقى موجود فلازم تبقى موجود بوعيك وبكل مساندتك ومشاركتك لكل ما يحدث في البلد. طبعا دكتور سوزان انا بشكر حضرتك بس اكيد, أكيد. لنا لقاءات لان احنا هيبقى اكيد في سيشنز وهيبقى في حاجات لقاءات توعويه كثيره اكيد وليها طبعا إن هو فعلاً خطه صح ان كده. الوعي بيتناول قضايا كثيره جدا مجتمعيه فان شاء الله يكون فينا لقاءات نشرح فيها بتفصيل أكثر سعيده بوجود حضرتك نورتينا في زينه أكيد. وانا سعيده جدا بهذا الفكر وبهذا المنطق استاذ علم الاجتماع وبالتالي منسقه لهذه المبادره الوزاريه طبعا من خلال وعي من اجل حياه كريمه كانت معنا دكتور سوزان منسي وان شاء الله دايما احنا ما حضراتكم من خلال الصفحه الخاصه لزينه يا ريت تكونوا انتم متابعين معانا إن احنا بناخد هذه القضايا وهذه الموضوعات من حضراتكم من خلال متابعتكم لهذه الصفحه الخاصه لزينه على الفيسبوك في صفحه خاصه بكل ما يعني انتم كمان تحبوه من قضايا انها تطرح وان شاء الله الحلول موجوده بشكر طبعا دكتور سوزان منسي مره